بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. نبدأ هذه الرسالة التي وصلتنا من أحد الإخوة المستمعين. يقول فضيلة الشيخ، في هذه الأيام نرى بعض من جماعة المسلمين وقد غلوا في حب الموتى، يدعونهم ويطلبون منهم الحاجات ويشتكون إليهم في المصائب، معتقدين أنهم يحضرون في مجلسهم إذا دعوهم ويفرجون الكروب. هل من نصيحة في تصحيح العقيدة الإسلامية في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا من الغلو في الأموات والعياذ بالله، وهذا العمل شرك بالله عز وجل. من طلب من الميت قضاء الحاجات أو استغاث بهم لتفريج الكروبات أو ذبح لهم أو نذر لهم أو طاف بقبورهم تقربا إليهم، وكل هذا شرك أكبر يخرج من الملة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القبور، نهى عن البناء عليها، نهى عن رفعها عن الأرض أكثر من شبر، كل ذلك حماية للتوحيد وإبعادا للناس عن الشرك ووسائله. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته. والحديث في صحيح مسلم. ولعن صلى الله عليه وسلم الذين يبنون على القبور ويشيدون عليها المساجد، نهى عن ذلك، بل نهى عن الصلاة عند القبر ولو لم يبنى عليه، نهى عن الصلاة عند القبر ولو لم يبنى عليه، لأن هذا وسيلة إلى الشرك والغلو في الميت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما أفضل الكتب في نظركم التي ألفت في العقيدة ويحتاج المسلم أن يقرأ فيها؟ الكتب كثيرة في العقيدة، ولكن لا سيما الكتب الصحيحة التي فيها بيان التوحيد والنهي عن الشرك، وهي كثيرة ولله الحمد، مختصرة ومطولة. فمثلا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك رسالة العقيدة الواسطية شيخ الإسلام بن تيمية، وهي مختصرة وحاوية لأصول العقيدة، وكذلك تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني، وكذلك الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للإمام الشوكاني، كذلك العقيدة عقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي، وكذلك مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في التوحيد، كلها كتب مختصرة ومفيدة. ولكن الشأن أن تقرأ هذه الكتب على العلماء المحققين ليشرحوها لك ويبينوا معانيها. نعم. له فقرة مصاحبة لهذا السؤال، يقول الشيخ: كيف تنعكس العقيدة على حياة المسلم وتصرفاته؟ نعم، العقيدة تجعل المسلم يمشي على بينة في دينه، وهي رأس الدين، هي رأس الدين. لا يصح عمل إلا بعد تصحيح العقيدة. فالأعمال لا بد أن تكون قائمة على عقيدة صحيحة وعلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ورد شيخ حديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هل صيام شهر الله المحرم كاملا فضيلة الشيخ؟ لا، هو الصيام غالب شهر الله المحرم ولا يكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان. نعم. يقول: كنت أقوم الليل
وأجد لذة وسعادة، ولكن بعد فترة من الزمن فقدت هذه اللذة، هل للذنوب سبب في ذلك؟ بلا شك، تب إلى الله من الذنوب وأخلص لله في النية والقصد، واحرص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتجنب البدع، وعليك بالعزيمة الصادقة، ولا تستسلم للكسل، لا تستسلم للكسل، بل عليك بالعزيمة الصادقة على قيام الليل حتى تعتاده وتتلذذ به، فإن هذا مما يعينك على الاستمرار على قيام الليل. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الذي ترجحونه حول مسألة وجوب طواف الوداع على المعتمر مأجورين؟ الذي يظهر لي أنه ليس للعمرة طواف وداع، إنما هذا خاص بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بطواف الوداع إلا للحجاج. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الحجاج، كان الناس ينفرون من كل وجه، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي بالطواف بالبيت، هذا خاص بالحج، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المعتمرين بالطواف. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: هل هناك دعاء وارد عند دخول الاختبارات يردده الطلاب والطالبات؟ دعاء مخصوص لا أعرف شيئا، ولكن عليه أن يدعو الله بأن يعينه، أن يسدده، أن يذكره ما نسي، يدعو الله في ذلك. نعم. يقول: ما صحة حديث إن الله خلق آدم على صورته؟ حديث صحيح، ومعنى على صورتها وعلى صورة الرحمن في بعض الروايات، أن الله جل وعلا له سمع وله بصر وله وجه وله يدان سبحانه تليق بجلاله، والإنسان كذلك له سمع وله بصر وله وجه وله يدان، له صفات، ولكن لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، بل صفات الله تليق به وبعظمته وجلاله، وصفات المخلوق تليق بالمخلوق. نعم. يقول: ما الحكم في إنسان سب الله والعياذ بالله أو الرسول في الشريعة الإسلامية؟ حكمه أنه مرتد عن دين الإسلام، وأنه يقتل ولا يستتاب. من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يقتل ولا يستتاب، لأن هذا أعظم الردة والعياذ بالله. ولا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. السائلة تقول: إذا ورثت المرأة مالا عن أبيها، فهل يجوز لها التصرف فيه بدون إذن زوجها، وفي أي حدود؟ نعم، المرأة تتصرف في مالها سواء كان ميراثا أو غير ميراث، تتصرف في مالها، لها الحرية فيه في حدود الشريعة، تصرف به فيه في حدود ما تبيحه الشريعة، وليس لزوجها الاعتراض عليها في ذلك، لأنه مالها. نعم. تقول فضيلة الشيخ: بالنسبة للأخوات، يقولنا بأن هناك دعاء يردد عند الولادة، هل هناك دعاء نذكره عند الولادة؟ لا أعرف دعاء معينا للولادة، ولكن يدعو الله جل وعلا بأن يفرج عن هذه المرأة، وأن يسهل عليها الولادة وما أشبه ذلك، أما تحديد دعاء فلا أعرف شيئا من ذلك. نعم. تقول: كيف يتم حساب الثلث الأخير من الليل، وخصوصا في الشتاء والصيف؟ تحسب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسمه على ثلاثة أقسام، كل قسم هو ثلث الليل. نعم. تقول: بعد إقامة الصلاة هل هناك دعاء نردده وارد؟ لم يرد في هذا شيء محدد. نعم. هذا السائل يا شيخ يقول: كنت أصلي جميع الصلوات بالمسجد، والآن أصليها بالمنزل بسبب مرضي الشديد، فهل ينقص أجري؟ لا ينقص أجرك، إذا كان تخلفك عن صلاة الجماعة من أجل عذر منعك من ذلك المرض، فإنه يكتب لك الأجر، لأنك ما تركت صلاة الجماعة عدم رغبة فيها، وإنما تركتها لعجزك عن ذلك، ولو زال العذر عنك لصليت مع الجماعة، فلك أجر صلاة الجماعة. نعم. يقول هذا السائل: بالنسبة للشخص الذي دخل الجماعة في التشهد الأخير، هل يكتب له أجر الجماعة؟ لا يكتب له أجر الجماعة، لكن يكتب له أجر المتابعة، إلا إذا كان يعرف أن هناك من يأتي وراءه، من يأتي فينتظر حتى يأتون ويصلي معهم جماعة، وإلا فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي من الصلاة، ولو كان دون ركعة، لأجل يحصل على الأجر. نعم. أيضا هذا السائل يقول: كيف يوضع الميت في القبر، وما حكم الكتابة على القبر، وذلك لقصد معرفة قبر الميت لزيارته؟ يوضع الميت في القبر على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة، هكذا يوضع الميت.
الميت في القبر على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم الكعبة هي قبلتكم أحياء وأمواتا. وبقية السؤال يقول الكتابة على القبر. الكتابة لا تجوز على القبر، نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر وعن تجصيص القبر وعن رفعه أكثر من غيره على ما أزيد مما جاء في السنة، لأن هذا يسبب الغلو في هذا القبر، ربما أن الجهال يعتقدون فيه أو الخرافيين يعتقدون فيه أنه ولي من أولياء الله فيشركون بالله عز وجل لهذا الميت، فلا يجعل فيه ما يلفت النظر، لا يجعل قبر من القبور فيه ما يلفت النظر، وإنما قبور المسلمين متساوية، لكن إذا احتاج إلى علامة تدله عليه ليزوره الزيارة الشرعية يضع عليه حجرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على قبر عثمان بن مضعون، فإنه يضع حجرا لا يعرفه غيره أو يغرز عليه عصا أو خشبة أو العلامة التي لا يعرفها إلا هو. نعم. كتابة الأرقام أيضا فضيلة الشيخ ما رأيكم فيه؟ كتابة لا تجوز الكتابة مطلقة، لا أرقاما ولا حروفا. نعم. هل يحسب نصاب الزكاة على الأموال فقط أم على الأموال والذهب والعقارات والسيارات؟ الزكاة تكون في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، تكون في النقدين الذهب والفضة والنقود الورقية، تكون الزكاة في الخارج من الأرض، تكون الزكاة أيضا في عروض التجارة وهي السلع التي تعد للبيع. إذا كان عندك نقود وعندك سلع تعدها للتجارة فإنه إذا تمت السنة على الجميع فإنك تثمن أو تقوم السلع بما تساويه عند تمام الحول، وتخرج ربع العشر من الجميع من النقود ومن قيم السلع المعروضة للبيع، تخرج ربع العشر. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم مصافة الصبي وهل تجوز الصلاة فضيلة الشيخ؟ الصحيح أنه لا بأس في مصافة الصبي المميز سواء في الفريضة أو في النافلة، لأن ابن عباس رضي الله عنه هو صبي صغير قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، قام عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه واستمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجوز مصافة الصبي. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، واليتيم يطلق على الصغير الذي لم يبلغ لأنه لا يتم بعد الاحتلام. نعم. هذا سائل يقول تزوج ابني وأهديته شقة، فهل أكون ظلمت البنات إذا كان عندي بنات مجموعة منهن في البيت؟ نعم، لا يجوز لك أن تخصص أحد أولادك بعطية دون غيره، قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، ويقول صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أحد الصحابة أن يشهد على عطية أعطاها لولده وهو النعمان بن بشير، لما أراد بشير بن سعد أن يعطي ولده النعمان عطية ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده عليها، قال أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول رجل يتقرب إلى الله بذبيحة لكن في غير وقت الأضحية، لا بأس بذلك إذا عدها من باب الصدقة، صدق بلحمها، يجوز أن يتصدق باللحم سواء ذبيحة أو لحما اشتراه يتصدق به. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل ويقول ما حكم من شك في عدد الركعات أثناء صلاته؟ إذا شك في عدد الركعات إنه يبني على الأقل وهو اليقين، إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا إنه يجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ليخرج من الصلاة بيقين ويسجد للسهو، يسجد للسهو. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل الشيخ بعض الناس يؤخرون صلاة الظهر والعصر بحجة أنهم في عمل، ما الحكم في ذلك؟ الأولى والأفضل أن تصلى الصلاة في أول وقتها، وإذا دعت حاجة إلى تأخيرها عن أول وقتها فلا بأس بذلك ما دام هذا في الوقت، وأيضا إذا كان هناك
مسجد وصلاة جماعة قريبة، فإنه يجب عليهم أن يصلوا مع المسلمين ولا ينفردوا وحدهم ويقولوا نصلي متى شئنا أو فرغنا من عملنا. صلاة الجماعة واجبة إلا لعذر. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمرأة تقول إذا نامت وهي حائض واستيقظت بعد الفجر في رمضان ودم الحيض منقطع، فما الحكم؟ إذا انقطع دم الحيض انقطاعا نهائيا فإنها تنوي الصيام قبل طلوع الفجر، تنوي الصيام وتتناول السحور ولو لم تغتسل، فإذا فرغت من السحور فإنها تغتسل بعد طلوع الفجر، لا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، ما المقصود في حديث من صام 3 أيام من كل شهر كان كصيام الدهر؟ هل هذه الأيام في أي وقت من الشهر أم في أيام محددة؟ أنا لا أعرف الحديث بهذا اللفظ، إنما هذا في 6 من شوال، صام رمضان بعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وأما صيام 3 أيام من الشهر بمثابة صيام الشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، 3 أيام عن 30 يوما في الفضل والثواب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل محمد عمر: أنا أعيش في البادية وفي بعض الأوقات يكون علي غسل فأتوضأ فقط وأصلي، هل صلاتي صحيحة وخصوصا في أيام البرد الشديدة؟ لا، ليست صحيحة، ما يكفي الوضوء، الجنابة، الجنابة لابد من الغسل، الوضوء عن الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا بد من الاغتسال. وقولك إن البرد شديد لا يعفيك من الاغتسال إذا كان عندك ما تسخن به الماء، إنك تسخن الماء ثم تغتسل، أما إذا لم يكن عندك ما تسخن به الماء فإنك تتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد الله لها 3 أسئلة، تسأل أولا عن صيام يوم الجمعة مفردا. لا يجوز، حرام صوم يوم الجمعة مفردا، أما إذا صيم مع غيره فلا بأس بذلك، وإلا فهو منهي عن إفراد الجمعة بالصوم. نعم. تقول السائلة أم عبد الله: هل للدعاء أثر في دفع القضاء؟ لا، الدعاء سبب، ولا تعارض بين القضاء وبين الدعاء، لأن الدعاء قضاء. أيوة، هو من قدر الله، الدعاء من قدر الله، لولا أن الله قدر أنك تدعو ما دعوت، هو من قدر الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة وخصوصا في رمضان إذا استغرق وقتها في المطبخ والعمل للأولاد ولم تقرأ إلا يسيرا ولم تختم القرآن، هل تؤجر على ذلك؟ تؤجر على عملها، لأن هذا مما يعين الصائمين ومما يحتاجه أهل البيت وهي تقوم به، فلها الأجر في ذلك، والقرآن يكون له وقت آخر. نعم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال لأحد الإخوة، يقول: فضيلة الشيخ، أرجو الإفادة حول موضوع الشخص المتوضي والذي طرأ عليه نوم خفيف أو طويل، هل يعيد الوضوء؟ إذا كان نومه وهو قاعد غير متكي على شيء قاعد فإن هذا لا ينقض الوضوء، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرونه في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم من النعاس فيقومون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بالوضوء. أما إذا كان النوم من إنسان مضطجع أو متكي على شيء فإنه ينقض الوضوء قليله وكثيره، لأن الإنسان لا يملك نفسه حينئذ. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا أيضا لزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.